بقى بعد كده لبيت القصيد، وهي مرحلة التشكيل أو الفورمينج. طيب الفورمينج يعني إيه؟ إن أنا أعمل عملية تشكيل للعجينة بتاعتي وأديها الشكل اللي إحنا عارفينه. طب ده بيتم إزاي؟ بيتم عن طريق قالب خاص. القالب ده هو بنسميه المشكل أو بيسموه الضاي. القالب ده بيبقى متصنع من النحاس المجلف، وبيحتوي على ثقوب. الثقوب دي بتبقى لها أحجام ثابتة ولها أشكال. الأشكال دي بتتباين، ممكن تلاقي شكل وردة، ممكن تلاقي شكل عربية، ممكن تلاقي أشكال مختلفة جدا. ودي بتظهر عندك بقى في الكاراتيه والسناكس والكلام ده، إنها كلها منظومة واحدة تماما. تمام كده؟ طيب الثقوب ده هي ممكن إن أنا أحوطها بطبقة من البلاستيك. ليه بقى؟ عشان أضمن النعومة بتاع المكرونة الخارجة من وحدة التشكيل أو الضاي دي. في النهاية بروح مركب مجموعة من السكاكين القاطعة، بتبقى واحدة، والسكينة دي بتبقى متحركة أو ثابتة حسب النظام. ببدأ أظبطها عشان أحصل على أطوال محددة من المكرونة اللي عندي. تمام كده يا جماعة؟ دي اسمها وحدة التشكيل، وهوريك إزاي شغالة دلوقتي. في حالة الاسباجيتي قال لك أنا بسيب المكرونة تاخد الطول المناسب، وبعد كده بوقف أشخاص على الوحدة بتبدأ تعمل عملية تقطيع، أو ممكن استخدم عملية تقطيع أوتوماتيكي مفيش مشكلة. طيب قال لك إن أنا بستخدم فرم معينة في الضيات، ممكن تبقى واخدة شكل يعني سيارة أو إنسان أو وردة حسب الأشكال المختلفة للضيات اللي عندي. طيب بيقول لك لما بتيجي تشكل بيراعي إن أنت تمرر تيار هواء خفيف كده. ليه؟ لا عشان ما يحصلش التصاق للمكرونة أثناء عملية الكبس دي. تمام كده؟ والهدف التاني ان هي بتعمل لك تجفيف مبدئي او جزئي قبل المرحله اللي هي الخاصه بالتجفيف او الديهايدريشن، وهنتكلم عنها ان شاء الله في الشرائح الايه اللاحقه. طبعا ده شكل يعني بسيط جدا للقصه دي، وليكن مكنه موجوده في البيت يعني عايز اصنع بيها. عشان اشرح لك القصه دي، بيبقى وحده هي لها غطاء علوي، بحط من هنا المكونات وبحط الميه عشان اكون العجين. العجينه دي بتندفع عن طريق البريمه دي من مسار الى مسار، ما بتلاقيش الا السكه دي. تمام؟ بتبدا تخرج بقى من الوحده اللي هي خاصه بالشكل او اللي هو الاكسترودر ديس، اللي هو القرص ده، هو بيبقى واخد الثقوب المحدده اللي انا بكلمك عنها، وبعد كده بقفل باقي الوحده. تمام؟ فايه اللي بيحصل؟ البريمه بتاخد من هذه الجهه الى الجهه الاخرى، فالعجينه ما بتلاقيش فلس الا الخروج من هذه الثقوب. في النهايه بروح مركب لها سكينه ابدا اعمل عمليه التقطيع. الشكل اللي عندي هنا بيوضح الشكل اكتر. دي وحده تانية، هي دي وحده التشغيل، بيكون لها موتور معين، بيكون في خلاطه او عجان. بحط من هنا التانك هو بملاه بالمكونات بتاعتي، وبضيف الميه والمكونات كلها، وعن طريق اداره المواتير الخاصه بالعجان ببدا اعمل عمليه عجن، ولمده زمنيه محدده ما ليكن ربع ساعه تلت ساعه عشان احصل على التجانس. تمام؟ بعد التجانس ده بيبدا ايه؟ العجينه تنتقل من مرحله الى مرحله اخرى، وتبدا تنزل من الفتحه دي وتروح على بريمه ثانيه. البريمه بتاخد العجينه من هذه الجهه الى الجهه الاخرى، وتبدا تخرج من وحده متركبه في النهايه كده، اللي هي وحده الضاي اللي بنتكلم عنها. الضاي ده بقى واخد الاشكال المختلفه اللي حدثتك عنها بقى، واخد شكل ورده، سياره، شكل بني ادم، اي حاجه. تمام؟ بتبدا تخرج من الفتحات دي، وبيكون في سكينه في النهايه بتبدا تعمل عمليه التقطيع. باخد بقى المكون ده وادخله على المرحله اللي بعد كده، اللي هي مرحله الايه يا جماعه؟ التجفيف. قبل ما اخش على التجفيف انا جايب لك اشكال مختلفه من الضيات او المشكلات اهي. تمام؟ ادي شكل اهون، وفي شكل تاني وشكل تالت ورابع. كل شكل من ده زي ما انت شايف ده المخرج النهائي بتاعه. وعلى هذا الاساس بيبدا بقى يسمي المكرونه دي المكرونه الطويله والمعوجه والمكرونه الشريطيه الى غير ذلك من الاسماء. وجايب لك صوره هي بوضح لك فيها اشكال المشكلات او الضيات المختلفه، مختلفه الثقوب ومختلفه الاشكال. بتبدا تخرج هي يا جماعه من الفتحات في الشكل الجميل ده هو، وببدا استقبلها عن طريق السكينه، ابدا اعمل عمليه التقطيع زي ما اتكلمت. وجايب لك شكل برضه هو للمكرونه الطويله ومكرونات القصيره زي ما انت شايف اهو، الاشكال واخده شكل فراشه، واخده شكل عجله الى غير ذلك. وادي الشكل برضو، شكل شرايح وشكل تاني هو. كل شكل من ده بيسمي لك المكرونه بايه؟ باسم. فتلاقي الشكل ده بيسموه الرافيولي، والشكل ده اسمه اللازانيا الى غير ذلك.
وجايب لك شريحه تانيه بوضح لك دي اشهر اصناف المكرونه المعروفه عالميا، اللازانيا وشكل الفراشه والقواقع ولسان العصفور والسباجيتي والمقصوصه والحلزون والشرايط، كل دي والاقلام، كل دي بتعتمد على ايه؟ على المشكل. المشكل واخد الشكل المحدد بتاع الفراشه والقواقع وشكل القلم، فبيبدا يطلع لك المنتج في الشكل اللي عند ده يا جماعه. المرحلة اللي بعد كده اللي هي مرحلة التجفيف، بعد ما عملت عملية الكبس وقطعت المنتج بالأحجام والأطوال المحددة هدخلها على مرحلة تجفيف، والتجفيف باختصار إن أنا بتخلص من جزء من الرطوبة الموجودة في المنتج ووصله رطوبة متعارف عليه. ده بيفيدني في إيه؟ ده بيحكم على جودة المكرونة النهائية، فعشان كده أنا بحاول أتخلص من جزء كبير جدا من الرطوبة ووصلها لحدود 12% طبقا للقوانين المصرية. لكن عايز اقول لك ان بيحصل تجفيف مبدئي في البدايه بسميه عمليه التشميع. طيب الهدف من ده ان انا اكون طبقه على المكرونه كده خفيفه، الطبقه ده هي بتساعد على عدم نمو الفطريات والميكروبات، وبالتالي بتحفظ لك المكرونه مؤقتا من حدوث تعفن فيك. التجفيف زي ما قلت في المكرونه الطويله بياخد 3 مراحل، والمكرونه القصيره بيتم على مرحلتين، التجفيف الاولي والتجفيف النهائي. التجفيف الاولي ده هو وليكن مثلا مكرونه سباجيتي، ببدا يعني امرر المكرونه على حاجه اسمها الانفاق، انفاق التجفيف، ودي بتصل في بعض الاحيان ل 15 متر وبتكون مزوده بنظام عشان اتخلص من الرطوبه دي، وبيتم وضع المكرونه على شكل الواح او نظم بيسموها البراويز في حاله السباجيتي مثلا، وبستمر في الفتره دي لمده ساعه بكون قدرت اتخلص من 50% من الرطوبه. اخد بقى من مرحله التجفيف الاوليه ده ادخل على مرحله التجفيف النهائي. بتستمر عمليه التجفيف النهائيه داخل مجففات الانفاق دهيا، وبمرر المكرونه بسرعه معينه عشان ادخلها يعني وتستمر في فتره التجفيف لمده 36 ل 40 ساعه، بعدها بتخرج من الطرف الاخر للنفق بتاع التجفيف في صوره مجففه عشان ادخلها المرحله اللي بعد كده اللي هي مرحله التعبئه. لكن عايز اقول لك ان تجفيف المكرونه دي هو المرحله الحرجه في التصنيع، لان لو ما تمتش بالظروف القياسيه ده بيأثر على الخواص الحسيه وعلى شكل المكرونه نفسها، وممكن اضيع المكرونه بتاعتي لو ما يعني ما اتاكدتش من عمليه التجفيف الجوي. ودي تحتاج لخبرات طبعا وبتفرق من مصنع لمصنع. براعي ان بزود درجه الحراره تدريجيا، وبحاول ان انا اقلل الرطوبه النسبيه الموجوده في المجفف، خلي بالك دي الجو المجفف وليس للماده نفسها ابتداء، وبراعي التجفيف بسرعه في الساعات الاولى عشان اكون الطبق اللي انا قلت لك عليها واحمي المنتج من الفطريات والميكروبات، وده بيتم عن طريق مروحه. المروحه دي بتكون بها مرشح هوائي، المرشح ده يعني بكتيرولوجي عشان اتخلص من البكتيريا والحمر الميكروبي الموجود عندي، وبتكون الرطوبة النسبية كبيرة في البداية وبعد كده بتبدأ تقل لحد 60 ل 65% زي ما هوريك في الجدول بعد كده. طيب ايه مشاكل عملية التجفيف؟ لو المنتج ما جففش بطريقة جيدة بتلاقي حصول كراكس داخل المنتج، وبيحصل عيوب في التكسير، وبيحصل خفض في جودة المنتج النهائي. عشان كده يا جماعه بقول المنتج بحاول اوصله طبقا للقوانين المصريه لحدود 12%، دي الرطوبه الخاصه بايه؟ الخاصه بالمنتج نفسه. لكن هنا الرطوبه النسبيه الموجوده في الجو بتاع المجفف نفسه، قال لك في اول ساعه ونص بتكون درجه الحراره عندي من 40 ل 50، لاحظ كده ان الرطوبه عاليه من 91 ل 98% لجو المجفف. من 1:30 لاربع ساعات الحراره في حدود 50 ل 53، براعي ان الرطوبه النسبيه في حدود 85 ل 91%. لما زودت النسبه شويه من 4 ل 8 ساعات ودرجه الحراره كانت ثابته عند 52، الرطوبه النسبيه وصلت ل 77%. لما زودت الفتره ل 15 ساعه عند 54 درجه ثبات، لاحظت فعلا ان الرطوبه النسبيه نزلت معايا ل 65%.